هل الدكتور محمد عبد الكريم يدخل السنة والشيعة والإسماعيلية في مسمى الإسلام وأهل القبلة؟ أهل القبلة يعني إذا قلنا أهل القبلة هم المسلمون، المسلمون الذين من أصولهم القرآن والسنة والإجماع. أما بالنسبة للشيعة الإمامية الاثني عشرية فهم كطائفة ليسوا من أهل القبلة كطائفة، أما كأفراد فاختلف العلماء فيهم، والجمهور على أن أفرادهم يعني لا يحكم عليهم بحكم الطائفة. أما الإسماعيلية والباطنية عموما فهؤلاء ليسوا من أهل الإسلام، يعني بالإجماع ليسوا من أهل الإسلام وإن تسموا بأسماء المسلمين. وعليه فإن حين نقول أهل القبلة فنحن ندخل في أهل القبلة أصحاب المذاهب الفقهية، ندخل في أهل القبلة كل من شهد الشهادتين وأتى بأصول الإسلام والشعائر التعبدية. قد يقول قائل ويقول أن هؤلاء كلهم يتوجهون وقت الصلاة إلى القبلة وأنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالكتاب ويؤمنون بالرسول ويؤمنون بالمعاد، فهم يشتركون في الأصول. يشتركون في الأصول في 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 مثل هذه الأصول، لكنهم نقضوا هذه الأصول بنواقض أخرى. يعني حين يطعنون في القرآن الكريم ويدعون أن القرآن قد زيد فيه وأنقص منه، حين يعني يخرجون عن يكفرون عامة الصحابة إلا 5 أو 6، حين يكذبون أخبارا في براءة عائشة رضي الله عنها وغير ذلك، إذا اعتقد هؤلاء هذه العقائد فكيف يكونون من أهل القبلة؟ فأهل القبلة هم الذين يأتون بهذه الأصول ولا تكون عندهم هذه النواقض. فلذلك هم كطائفة ذهب العلماء إلى أنهم ليسوا من أهل القبلة.